Hi girls, hi fans, hi everyone. فيديو النهاردة هيكون عن نطق الأشكال الهندسية بالإنجليش الجزء الأول. في الجزء الأول هنترجم وننطق الأشكال الهندسية ثنائية الأبعاد، وفي الجزء الثاني إن شاء الله هيبقى نطق الأشكال الهندسية ثلاثية الأبعاد. يلا نبدأ. Geometric shapes. Geometric shapes. Geometric shapes يعني الأشكال الهندسية. 2D 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 يعني 2 dimensional، ثنائية الأبعاد. 2 dimensional 2 dimensional ثنائية الأبعاد. D هو اختصار ل dimensional. Circle 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 يعني دائرة. Oval 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 يعني بيضاوي. Triangle 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 يعني مثلث. Square 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 يعني مربع. Rectangle 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 يعني مستطيل. Rhombus 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 يعني معين. Pentagon 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 يعني شكل خماسي. Hexagon 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 يعني شكل سداسي. Heptagon 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 يعني مسبع أو شكل سباعي. Octagon 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 يعني مثمن. Nonagon 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 يعني شكل ذو تسع زوايا. Decagon 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 يعني شكل ذو عشر زوايا. يا رب تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة، ولحد ما اشوفكم المره الجايه اتمنى ليكم كل خير. باي.